معكم هشام، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الفطر المبارك عندنا هنا المخبوزات، الكحك والبسكوت. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى الأمة الإسلامية جميعا والمسيحيين برضو عيدهم برضو، ومجهزين الشغل برضو بمناسبة المسيحيين والمسلمين ومناسبة الكحك والبسكوت والبتفورات. وعندنا كذا أنواع يعني في المخبوزات، الكحك والبسكوت والبتفور والسبلهات والبتفورات والغريبة والبسكوت، يعني أنواع كتير معانا هنا في المحل موجودة. عندك هنا بسكوت بالشوكولاتة وبسكوت عادي، وعندك هنا غريبة وبتفور وكحك، وكل المنتجات بتاعتنا اللي موجودة حضراتكم زي ما انتم شايفين. بس وكل سنة وانتم طيبين. اولا كل سنة وانتم طيبين. طبعا السنة دي حاجة جميلة جدا، العيد جاي مسلمين ومسيحيين مع بعض، حاجة بصراحة يعني الشوارع تفرح، الناس كلها ايد واحدة في وحدة بصراحة، يعني حاجة جميلة، حاجة تفرح الشوارع. بصوا زي ما انتم شايفين كده حلوة جدا جدا جدا، ويعني بهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك، وكل سنة وكل الشعب المصري بخير. طبعا في العيد يا جماعة زي ما احنا متعودين على طول، الناس اللي بتزور اهاليهم طبعا والاولاد الصغيرين طبعا يعني بيبقوا مبسوطين جدا بالايام دي. هنا بالنسبه للعيد بتاعنا هنا في شبرا يعني عيد غير اي حد، احنا هنا اخوه كلنا مع بعض الاقباط والمسلمين، والاول حاجه قبل اي حاجه بنعيد على الاخوه الاقباط. طبعا العيد ده مش عيدهم هم، ده عيد احنا كمان معاهم، ودي بتبقى جميله جدا قوي لما يبقى مع بعض، احنا عيدين في بعض تبقى جميله جدا، واحنا هنا مترابطين جدا مع بعض. فالحمد لله يعني احنا بنقول ايه، اللي عايز يشوف العيد يجي هنا عندنا شبرا. شبرا غير اي مكان، هي اي مكان كويسين برضك، احنا كلنا كمصريين فهنقول ايه، الحمد لله. العيد بقى زمان لما بيجي زمان بقى الناس الكبيره بقى اللي زينا هيقول لك بقى ان العيد بس ايه، احنا ما كنا بننزل هنا في شبرا، طبعا كنا اللي بينزل بيتفسح بيروح ويجي هنا، طبعا الوضع غير الوضع بتاع زمان. فهنقول ايه، الحمد لله، وكل سنه والشعب المصري كله طيب والاخوه الاقباط طيبين. وطبعا شبرا مش هقدر اتكلم واقول ايه، طبعا الناس كلها شايفاني وبعيد على اولادي وبعيد على كل اصحابي وعلى اخواتي، ترابط بيننا وبين الاخوه الاقباط. اللي عايز شارع الترعه عندنا هنا، وهتشوف هما قبل ما احنا بنحط فوانيس، بيحطوا عيد الكريسماس بيحطوها، مفيش هنا اصلا فرق بيننا وبين بعض، يعني الحمد لله كلنا اخوات. واللي عايز يجي اقول ايه، انا مهما اتكلم شهادتي مجروحه لان انا من شبرا، فاللي عايز يجي عندنا شبرا هيعرف يعني ايه شبرا. فهنقول كل سنه وانتم طيبين، وكل الاخوه الاقباط طيبين، وكل الاخوه المسلمين طيبين، وعيد سعيد علينا، وده من احسن الاعياد الحمد لله اللي هي بتمر علينا هنا. النهارده زي ما انتم عارفين اول يوم العيد، عايزين قبل ما نعيد ونتكلم في العيد بتاعنا نعيد على اخواتنا الاقباط اللي كان عيدهم من 4 ايام بالظبط. طبعا النهارده مظاهر العيد موجوده في كل الشارع المصري، البومب والصواريخ والحاجات اللي احنا كلنا بنشوفها. العيد بقى بحلاوته ولبس العيد والالوان المبهجه اللي انا شايفاها في الشارع، طبق الطاير اللي بيلف كل بيت مصري، جارتك بقى تديكي كحك وبسكوت وانت ترجعي تاني تديها كحك وبسكوت، كل الحاجات والمظاهر الجميله دي اللي لسه موجوده لحد دلوقتي معانا. صحيح تعلمناها من اهالينا زمان وتيتا وجدو، لكن هي لسه مستمره معانا لحد دلوقتي. مش عايزين كمان ننسى البلالين والحاجات الحلوه اللي احنا بنشوفها وفرحه الاطفال وهم مبسوطين. العيد فرحه فعلا، والفرحه دي باينه على وشوش كل الناس الموجودين حواليا. فكل سنه وانتم طيبين، وعايزاكم يعني تحسوا بفرحه العيد وتعملوا كل اللي انتم نفسكم فيه. حاولوا تسعدوا اي حد في العيد بكلمه حلوه، بضحكه حلوه، باي حاجه بسيطه، حتى جيرانك. الدنيا بقت صعبه فعايزين نفرح بعض ونفرح بكل ثانيه فيها. طبعا انتوا فاكرين زمان اول يوم العيد كنا بنروح فين؟ كنا بنروح عند تيتا وجدو، كانت دي عاده مقدسه، اول يوم نبقى عند تيتا وجدو. طبعا الله يرحم تيتا وجدو بتوعي، وربنا يخلي لكم تيتا وجدو بتوعكم لو لسه موجودين. فطبعا انا عايزاكم دايما تستمروا في العاده ديت، ما تبطلوش ابدا ابدا ان انتوا تعملوا ده اول يوم العيد، تدعوا لتيتا والجدو او تزوروهم. من العادات الحلوه جدا في العيد اللي الناس دايما بتعملها الكحك والعيد، مش بس الكحك بتاع العيد مش بس بيتعمل في المحلات بره، لا كمان بيتعمل في البيوت. بابا فرحانه قوي لما بلاقي ستات كبار قاعدين وملمومين وحواليهم الاطفال وعمالين بقى يعملوا الكحك والبيتيفور. على فكره الحاجات دي موجوده لحد دلوقتي وبشوف ناس بيعملوها. حاولوا انتوا كمان تتعلموا طريقه عمل الكحك والبيتيفور وتلموا اولادكم حواليكم.
اي عاده طلعتوا عليها حاولوا تخلوها مستمره، وانتوا كمان تعملوها مع اولادكم عشان يبقى ليهم ذكريات حلوه زي ما احنا كمان لينا ذكريات حلوه. كل سنه وانتوا طيبين، ويا رب عيد سعيد عليكم جميعا باذن الله. انا اماني بارتي، ساكنه في شبرا، نازله النهارده اشارك حبايبي واخواتي وعشره عمري اخواتي المسلمين، اعيش معاهم اللحظات الجميله. هم بصراحه عاشوا معايا اللحظات اللي فاتت ما في عيدي وعيدوا عليا، وانا حابه ارد ليهم الجميل وارد ليهم الحب، واحنا دايما روح واحده وايد واحده ودايما بنشارك بعض في كل حاجه. بامانه اخواتي المسلمين يمكن قريبين ليا اكتر من اخواتي المسيحيين، قد ايه بنعيد على بعض وقد ايه بنود بعض وبنشارك بعض. هم قالوا لي يلا بقى انزلي معانا وتبستي معانا ونقابل بعض، وقلت لهم حاضر من عينيا. بامانه بحبهم جدا جدا جدا، وليا اخواتي المسلمين في كل حته وجيراني المسلمين بنعيد على بعض وبيخبطوا عليا وبيودوني، وقد ايه انا سعيده بالروح دي وبالمحبه دي، وده مش جديد على بلدنا وعلى شعبنا. ومصر بلد الامان وبلد الحب وبلد السعاده، واحنا بنشكر يعني بنشكر ربنا وبنشكر الحظ اللي جمع الاعياد في اسبوع واحد وورا بعض، والشعب المصري كله عايش لحظات جميله ولحظات ود ولحظات الفه وذكريات جميله بنحب نعيشها كل عيد. وقد ايه احنا شعب بيحب بعض وبيخاف على مشاعر بعض وبيود بعض، وربنا يدوم المحبه بينا. وانا سعيده بالجو اللي بيعم على مصر الفتره ديت، جو جميل، جو كله ود وسعاده. وبشكر الظروف اللي اتاحت ليا ان انا انزل في الايام الجميله دي. انا عيدت العيد بتاعنا وكله تمام، واخواتي المسلمين حبوا ان انا انزل واودهم، وقلت لهم اوكي، حاجه جميله وحاجه سعيده ان انا اعيش العيدين في اسبوع واحد. وبشكر ربنا، وربنا دايما يخلي مصر كلها ايام سعاده واعياد على الشعب المصري كله. شعب يا رب يعم علينا الخير والبركه والود والحب دايما اللي معروف عن شعب مصر. وبشكر الرئيس السيسي وبقدم له التحيه وبقدم له التهنئه بعيد الفطر المبارك، وبشكره على الامان، الامان اللي عم مصر، الامان اللي احنا كنا مفتقدينه، الامان اللي احنا وجدناه في ايام الرئيس السيد السيسي. انا بشكره من كل قلبي وبهنئه على الامان ان انا قادره انزل انا واولادي في ايام كانت مرت علينا ايام صعبه زمان مش عايزين نفتكرها. فانا بشكر ربنا ان يوفق الشعب المصري ان يعيش اللحظات الحلوه ونعرف ننزل ونخرج ونود بعض ونعيش مع بعض في سلام وامان. اجمل حاجه في الاعياد ان احنا نعيد على بعض، ان احنا بنزور بعض، ان احنا بنتصل ببعض، ان احنا بنفتكر حبايبنا اللي ممكن في اوقات بننساهم بحكم الظروف ومشاغل الحياه. بيجي العيد عشان يفكرنا بحبايبنا. انا اسمي مشيره مجدي، احب اقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. احنا متعودين دايما في العيد بننزل كده يعني نحتفل ونجيب الحاجه بتاعتنا، الكحك والبسكوت، وننزل نجيب لبس العيد، واحنا متعودين دايما على كده، ودي عاده يعني. احنا اول يوم العيد طبعا بنقضي اليوم عند ماما انا واخواتي وكده، ويعني دي متعودين ان احنا مثلا بنجيب اكل معين يعني ونتقابل كلنا عند ماما وبنحتفل بالعيد عند ماما يعني اول يوم. وتاني يوم باخد جوزي وبنروح عند حماتي. طبعا احنا متعودين بابا كل اول يوم العيد يعني بيعيد علينا الصبح بعد صلاه العيد وبيدينا العيديه انا واخواتي وكده واولاد اخواتي، ودي يعني عاده كل سنه. وبنروح طبعا بقى نزور قرايبنا وكده وناخد يعني ناخد حلويات ونعيد عليهم وكده، وده يعني عاده احنا بنعملها كل سنه يعني. طبعا السنه دي بتصادف ان طبعا عيد اخواتنا المسيحيين معانا في نفس الوقت، يعني مش في نفس اليوم بس هو في نفس الوقت، فطبعا دي حاجه كويسه جدا ان احنا يعني في حاجه من الوحده الوطنيه ان احنا بنحتفل مع بعض بالعيد احنا واخواتنا المسيحيين. كل سنه وهم طيبين وبخير، وكل سنه واحنا طيبين، وعيد سعيد علينا وعليهم ان شاء الله، والسنه الجايه ان شاء الله تبقى يعني احسن من السنه دي ان شاء الله. ناجي، بحب احيي اخواتنا المسلمين باول يوم عيد فطر مبارك.
زي ما هم عايدوا علينا طبعا في العيد بتاعنا، واحب احيي الوحده الوطنيه، وزي ما هم بيعيدوا احنا بنعيد، وايه الدنيا كلها واحد، محدش فارق من حد، الدنيا كلها مبسوطه، الدنيا كلها في الشارع، مسيحي من مسلم مش فارقه، كلنا نزلنا الشارع مع بعض وبنفرح مع بعض.